وفقكم الله. يقول أحيانا أشتري أشياء من البقالة وأعطيه 100 ريال فيقول ليس عندي صرف، اذهب وفيما بعد أعطيك الباقي، أو أعطيه 500 فيعطيني بعضها ويقول الباقي فيما بعد. لا يصلح على صرف، لكن اذهب إلى دكان آخر واصرف المبلغ وأعطه حقه وخذ الباقي، رح واصرف عند محل آخر وأعطه حقه. نعم.